هنا وكما تشاهدون بعد تقطيع الستيك يتم إنزاله عبر شلال اللبن هذا، والذي بالتالي سيتم به تغطية هذا الستيك، والذي بعد ذلك سيتسبب بالتصاق البقسماط عليه أو الفيجيتار بهذا الشكل كما ترون. بعد أن يتم تمرير قطع الستيك بهذا الشكل، يمكنكم أن تشاهدوا كيف تمت تغطيتها بالكامل بهذا الفيجيتار. يتم إزالة الزوائد حتى يتم أخذ هذه القطع لتعبئتها. وليس هذا فقط، وإنما أيضاً قطع أفخاذ الدجاج يتم تغطيتها أيضاً. يمكنكم أن تشاهدوا عمل هذه الآلة المميزة. هنا أيضا كما تشاهدون يتم تتبيل صدور الدجاج بهذه الصلصة كما ترون، ويتم تغطيتها بالكامل هي وتوابلها. العسل الطبيعي يصعب جمعه، لكن مع هذه الآلة الرائعة يمكنكم أن تشاهدوا هؤلاء العمال كيف يقومون بوضع هذه القوالب وتعليقها بهذا الشكل، وبعد ذلك تمرر إلى عملية التصفية كما ترون. هنا كما ترون يتم قشط شمع العسل حتى يتم تصفيته بالكامل، وهنا يتم تقطيعه على شكل قوالب كما تشاهدون. بعد ذلك تحول هذه القوالب كما ترون حتى يتم إخراج العسل منها عن طريق لف القطع داخل هذه الآلة. بعد ذلك يتم إخراج قطع الشمع كما ترون حتى يتم تعبئتها مرة أخرى. يمكنكم أن تشاهدوا الآن كيف يتم إنزال العسل بهذا البرميل حتى يتم إغلاقه فيما بعد. بإمكانكم أن تشاهدوا هذه الآلة الرائعة والمميزة لتعبئة اللحوم المصنعة أو اللانشون. فكما ترون أمامكم يتم إدخال هذه الأكياس، والتي يتم تعبئتها ثم قطعها بهذا الشكل، وبالطبع تكون نهايتها قطعة حديدية تقفلها تماما. لنرى كيف تعمل هذه الآلة الرائعة. بعد أن يتم صف مجموعة من هذه القطع من اللانشون، يمكنكم أن تشاهدوا كيف تقوم هذه الذراع الآلية بصف هذه القطع في هذا المكان الخاص، والذي به يتم رفع درجة الحرارة حتى تنضج هذه القطع بالبخار. لنرى معا كيف يتم تعليقهم وكيف يتم هذا الأمر. لنرى معا كيف يتم صناعة المقرمشات من الذرة أو ما يشبه الشيتوس. في البداية يتم إنزال الذرة حتى يتم فركها بهذا الشكل لتصبح حبات كما تشاهدون. بعد ذلك تدخل إلى فرن التحميص حتى يتم تحميص الحبات بهذا الشكل كما ترون. بعد أن يتم التحميص يتم وضع الطعم، وبعد ذلك يتم إنزاله لتعبئته بأكياس. لنرى معا عملية صناعة السوشي ولكن بشكل آلي. يمكنكم أن تشاهدوا هذه الآلة والتي تكبس الأرز والمكونات العديدة مثل الأسماك النيئة والأفوكادو
وأيضا قليل من الخضروات، وذلك حتى تجمعها في قالب واحد ليكون لنا السوشي اللذيذ. لنتابع معا كيف يتم الأمر. لنرى معا ماكينة العجن هذه والتي تقوم بعجن هذا الطحين وتحويله إلى عجينة بيتزا. يمكنكم رؤية قوتها وكيف تعمل بهذا الشكل وكيف سيصبح شكل العجين عند إخراجها. يمكنكم أن تشاهدوا الآلة بعد الانتهاء من العجن كيف تقوم بإنزال قطع من العجين وقصها بهذه الطريقة. يمكنكم أن تشاهدوا كيف تعمل الآلة الرائعة. بعد أن يتم تقطيع العجين يتم جلبه بهذا الشكل إلى هذا المكبس، والذي يتم بذلك تحويله إلى رغيف كبير كما ترون. بعد ذلك يتم نقل هذه الأرغفة أو هذا العجين إلى عملية تصنيعه كوجبات بيتزا. يتم وضع الصلصة عليه والجبن ويتم إدخاله بالفرن، وهكذا سنحصل على بيتزا بهذا الشكل. كما تشاهدون أمامكم بحر الحليب هذا والذي يتم صناعته لتجبينه. بعد أن يتم وضع المواد يتم وضعه في خلاطات حتى يتم تجبينه بعد ذلك. شاهدوا كيف أصبح شكل القطع والتي بعد ذلك ستصبح كقوالب لتكبس وتقطع وتغلف كما تشاهدون. يقوم هذا العامل هنا بتركيب خط الإنتاج هذا ويقوم بوضع القطع المناسبة والقطاعات كما ترون. لنرى ما الذي سيقوم بتجميعه في هذه الآلة. بعد تجميع هذه القطع يمكنكم أن تشاهدوا كيف أنزل هذه العجينة حتى يتم ملؤها وتمريرها عبر هذا القالب والذي سيملأها بالحشوة اللذيذة، ثم يتم إغلاقها بهذا الشكل لتحويلها إلى سويس رول. لنرى معا. بعد أن يتم حشوها كما تشاهدون يتم وضعها في قوالب ليتم خبزها وتصبح بهذا الشكل. بإمكانكم أن تشاهدوا آلة تقطيع الجبن الرائعة هذه والتي يتم إدخال القالب بداخلها ليتم تقطيعها بهذا الشكل. لنشاهد معا العديد من الأشكال التي يتم تقطيعها وأيضا تقوم بتقطيع العديد من قطع الجبن. يمكنكم أن تشاهدوا هذا الشكل الشبكي وكيف تخرج قطع الجبن منه بهذا الشكل. لنتابع معا الأجبان التي يتم تقطيعها.